لقضاء عطلة صيفية ممتعة مع أفراد عائلته، قرر إسماعيل كراء شقة مجهزة على شاطئ البحر بسعر لا يتجاوز 5000 دينار جزائري لليلة الواحدة. جيت لهذا المنظروة هذا، شفت في فيسبوك، جيت أنا مع ولادي، شفت المنظروة، شفت عيبات ميس قبل ما نجي. لي ريزونا ما شاء الله 500000، راني كاع مع فاميلي، بيوت كبار بالبراد، الاخر منا ما تجي معك والو، سيت الطاشون تاعي بيان كيبي، الاخر منا الحمد لله، يكونفري الاخر الفرنو هذايا والتلاسه والاخر ما كان حتى حاجه ما تخص، اروح نتايا ما تجيب والو معك. سكان بومرداس كغيرهم من أهالي الولايات الساحلية تفطنوا للطلب الكبير على الشقق الساحلية. راهم يجوا ناس لهنا يعجبهم الحال، علاش؟ بلاصة فاميليال وسومة معقولة، كيجوا يسيبوا كاع واش كاين في الحياة هذه، كل حاجة كاين، يلقى فريجيدار، يلقى تلفزيون، جوج تلفزيونات، يلقى كليماتيزور، يلقى المعان، يلقى 5 مطارح، يلقى كلش واش يحبوا، وبلا بلاج فاميليا مليحة، ما فيهاش مشاكل، عندها منكر جنات والاخر منا ياخذ، كاين حرمة، ما كانش يشوف فيه محسوب ولا يطيح قدر ولا هلنا. تحول كراء المنازل الخاصة في بعض المناطق الساحلية في البلاد إلى بديل مفروض على المصطفين بسبب غياب الهياكل والمنشآت القاعدية القادرة على استيعاب السياح الجزائريين، ما جعل أسعار كراء هذه المنازل تقفز إلى مبالغ خيالية قد تصل ضعف القيمة التي يدفعها السائح الجزائري في بلدان مجاورة أو حتى أوروبية.